يسعد صباحكم طلابنا الأعزاء، نكمل اليوم معكم في مراجعة وحدة التفاضل والتكامل لمادة التوجيه الرياضيات الأدبي والشرعي في درسنا القيم القصوى. هذا الدرس يقسم إلى موضوعين، الموضوع الأول فترات التزايد والتناقص للاقتران قاف السين، والموضوع الثاني القيم القصوى المحلية للاقتران قاف السين. فلنبدأ مع فترات التزايد والتناقص. السؤال: متى يكون الاقتران اقترانا قاف السين متزايدا على الفترة المغلقة ألف باء، ومتى يكون متناقصا، ومتى يكون ثابتا؟ يكون الاقتران قاف السين متزايدا إذا كانت سين تنين وسي أكبر من سين واحد، فإن قاف السين تنين أكبر من قاف السين واحد، أي كلما زادت قيمة سين تزداد في مقابلها قاف السين. ويكون متناقصا إذا كانت سين تنين أكبر من سين واحد، فإن قاف السين تنين أكبر من أقل من قاف السين واحد. بمعنى يكون الاقتران إذا كان سين واحد وسين تنين عددين ينتميان للفترة المغلقة ألف باء، بحيث سين تنين أكبر من سين واحد، يكون الاقتران قاف السين متزايدا إذا كان قاف السين تنين أكبر من قاف السين واحد، أي كلما زادت سين بقابلها يزداد قاف السين. ويكون متناقصا إذا كانت قاف السين تنين أقل من قاف السين واحد، أي أنه كلما زادت سين تقل قاف السين. ويكون ثابتا إذا كانت قاف السين تنين تساوي قاف السين واحد، أي أنه كلما زادت سين تبقى قيمة قاف السين ثابتة دائما. على سبيل المثال، لو نظرنا إلى منحنى الاقتران قاف السين الأمامنا، منلاحظ أن هذا المنحنى مجزأ إلى جزئين. الجزء الأول كلما زادت فيه قيمة سين في مقابلها تزداد قيمة صاد، أي قاف السين، أي كأن بشبه لجبل، وأنا هون صاعد على قمة الجبل، في صعودي هون بيكون الاقتران متزايدا. الجزء الآخر من الاقتران، الجزء الآخر منلاحظ هون أنه كلما زادت سين في المقابل قيمة صاد، أي قاف السين تقل، أي أنا كأني عم بنزل من الجبل بنزول، هون زادت سين تقل قيمة قاف السين، أي هون الاقتران بيكون متناقص. هيك بنكون راجعناكم بفترات تحديد فترات التزايد والتناقص للاقتران قاف السين إذا كان منحنى الاقتران معلوم رسمته. طيب إذا منحنى الاقتران غير معلوم رسمته، كان معلوم عندي قاعدة الاقتران قاف السين، كيف بدي أحدد فترات التزايد والتناقص في هذه الحالة؟ هنا سوف نعتمد على إشارة المشتقة. كيف بدنا نشتق الاقتران قاف السين؟ الاقتران الناتج من الاشتقاق نحدد إشارته في الفترة التي يكون إشارة المشتقة موجبة يكون الاقتران متزايد، أما الفترة التي تكون فيها إشارة المشتقة سالبة يكون الاقتران متناقص، أي أنه إذا كانت قاف فتحة للسين أكبر من صفر يكون الاقتران متزايد، قاف فتحة للسين أقل من صفر يكون الاقتران متناقص، قاف فتحة للسين تساوي صفر يكون الاقتران ثابت. هيك منكون راجعناكم بفترات التزايد والتناقص. ننتقل إلى القسم الثاني من الدرس، مراجعة القيم القصوى المحلية للاقتران قاف السين عند سين تساوي ألف، والتي هي عبارة عن قاف الألف. يوجد للاقتران قيمة قصوى محلية إذا حقق شرطين معا. ما هما الشرطان؟ الشرط الأول أن قاف فتحة للألف أو قاف فتحة عند سين تساوي ألف تساوي صفر، المشتقة عند ألف قيمتها صفر. أما الشرط الآخر أن قاف السين يغير من سلوكه حول سين تساوي ألف، أي إذا كان تزايد يصبح تناقص، وإذا كان تناقص يصبح تزايد. إذا حقق هذول الشرطين مع بعض يوجد للاقتران قيمة قصوى محلية عند سين تساوي ألف، الشرطين. أما إذا شرط منهم لم يتحقق في هذه الحالة لا يوجد للاقتران قيمة قصوى عند سين تساوي ألف. طيب على فرض أن الاقتران حقق الشرطين وعندي قسمة قصوى محلية، هناك نوعين للقيم القصوى المحلية، القيمة الصغرى
قيمة قصوى صغرى وقيمة عظمى. متى يكون للاقتران قيمة قصوى صغرى؟ إذا تغير سلوكه حول ألف من تناقص إلى تزايد، أي إشارة المشتقة تغيرت حول ألف من إشارة سالبة إلى إشارة موجبة. ويكون للاقتران قيمة عظمى عند س تساوي ألف إذا غير سلوكه حول ألف من تزايد إلى تناقص، أي إشارة المشتقة تغيرت من إشارة موجبة إلى إشارة سالبة. الآن ننتقل إلى بعض الأمثلة على درس القيم القصوى. نبدأ معنا الآن بحل المثال الأول على درس القيم القصوى. المثال يقول: إذا كان ق في س يساوي 2 س تربيع ناقص 12 س زائد 1، حدد فترات التزايد والتناقص للاقتران. هل حتى أحدد فترات التزايد والتناقص؟ هون في عندي خطوات للحل بدي أعملها بالترتيب، بدي أطول بالي وأحل الخطوات مع بعض نعرضها. هني أربع خطوات أساسية. الخطوة الأولى بدي أوجد مشتقة الاقتران قاف السين، يعني بدي أوجد قاف فتحة للسين. نشتق مع بعض الاقتران. الاقتران هو 3 سين تربيع مشتقتها 3 معامل سين، ينزل مشتقة سين تربيع عبارة عن 2 سين ناقص 12 زائد اللي هي مشتقة الواحد صفر، إذا مشتقتها 3 ب2 يساوي 6 سين ناقص 12. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية بدنا نوجد قيم سين التي يكون عندها المشتقة تساوي صفر، أي بمعنى آخر بدنا نأخذ المشتقة قاف فتحة للسين ونساويها بالصفر. قاف فتحة للسين هي عبارة عن 6 سين ناقص 12 تساوي صفر زائد 12 معادلة خطية زائد 12 6 سين تساوي 12 على 6 على 6 سين تساوي 2. إذن ها وجدنا قيمة سين التي يكون عندها المشتقة تساوي صفر. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة بدنا نحدد إشارة المشتقة، أي بدي أعرف متى تكون المشتقة موجبة ومتى تكون المشتقة سالبة. نقوم برسم الخطوة رقم 3، نرسم خط أعداد، نعين عليه تحت قيم سين اللي عندنا اللي هي 2. هون بدي أحدد إشارة المشتقة، طبعا قيمة المشتقة عن 2 تساوي صفر. نبدأ هلأ كيف بدي أحدد المشتقة إشارة المشتقة؟ هناك طريقتان. الطريقة الأولى بطلع على معامل سين في المشتقة، لأن المشتقة هي عبارة عن اقتران خطي 6 سين ناقص 12. بما أنه اقتران خطي فإشارته بتكون على اليمين العدد نفس معامل سين، إشارة معامل سين يعني موجبة، وعلى يسار العدد عكس إشارة معامل سين إذا إشارته سالبة. هاي طريقة. في طريقة أخرى وأشمل، أني باخد قيمة أكبر من 2 وبدي أعوضها في المشتقة، وباخد قيمة أقل من 2 وبعوضها في المشتقة. خلينا نعملها هاي الطريقة. نأخذ قيمة أكبر من 2 فرضا 3، بدي أعوضها في المشتقة، وانتبهوا ما تعوضوا ليها بقاف السين، بدي أعوضها بالمشتقة لأني أنا بدي أبحث إشارة مشتقة. فبعوض قاف فتحة للثلاث في المشتقة اللي هي هاي، اللي هي عبارة عن 6 في 3 ناقص 12 18 ناقص 12 تساوي 6. الناتج 6 موجب، إذا الإشارة موجبة، إذا المنطقة اللي فيها الثلاث اللي على اليمين شو الإشارة بدها تكون؟ إشارة موجبة. ننتقل هلأ نحدد الفترة اللي على يسار التنين، بأخذ عدد أقل من التنين، على سبيل المثال نأخذ الواحد، بعرض الواحد وين بعرضه؟ بالمشتقة. فبسأوجد قاف فتحة للواحد تساوي 6 في 1 ناقص 12، 6 ناقص 12 تساوي سالب 6. الناتج إشارته سالبة، إذا في المنطقة هاي تكون إشارة المشتقة سالبة. هيك بنكون حددنا إشارة المشتقة. هاي الخطوة رقم 3. خطوة رقم 4 اللي هي الخطوة الأخيرة، بدي أحدد فترات التزايد وفترات التناقص. طبعا بما أن المشتقة هنا سالبة، إذا بيكون الاقتران في هاي المنطقة في هاي الفترة سالب متناقص، وهون بيكون الاقتران في الفترة هون متزايد لأن إشارة المشتقة موجبة. إذا خطوة رقم 4 نقول ق في السين
متزايد على الفترة، لاحظوا الفترة من 2 إلى ما لا نهاية، الفترة من 2 مغلقة إلى ما لا نهاية، لأنه طبعا زي ما اتفقنا لأنه إشارة المشتقة هون إشارة موجبة، ويكون قاف السين متناقص على الفترة من سالب ما لا نهاية إلى 2. إذا في المنطقة اللي على اليسار إشارة المشتقة سالبة، إذا يكون اقتران متناقص. هيك بنكون خلينا السؤال، حددنا فترات التزايد والتناقص. بعيد مرتين الخطوات بشكل سريع عشان أحدد فترات التزايد والتناقص. أول إشي بدي أوجد مشتقات الاقتران، أساوي المشتقة بالصفر وأوجد قيمة سين، أبحث إشارة المشتقة، بعدين أحدد متى يكون الاقتران متزايد ومتى يكون الاقتران متناقص. واضح؟ ننتقل الآن للمثال الثاني. المثال الثاني يقول إذا كان قاف السين يساوي 6 سين ناقص سين تربيع زائد 1، هون بده منا القيم القصوى للاقتران قاف السين. هلأ نفس الإشي، القيم القصوى برضه عشان أوجدهم في إلي خطوات للحل بدنا نتبعهم، هن كمان 4 خطوات. أول 3 خطوات مشتركة معهم، اللي هي الخطوات الثلاث الأولى نفس اللي هون، بدي أشتق وأساوي المشتقة بالصفر وأوجد سين وأبحث الإشارة. هدول الخطوات بدي أعملهم في إيجاد القيم القصوى. الاختلاف بالخطوة الأخيرة، في الخطوة الأخيرة بدي أحدد القيمة القصوى اللي بتطلع عندي، هل هي صغرى أو عظمى، وأوجد قيمتها. فلنبدأ. نبدأ إذن بالخطوة الأولى، نأخذ نوجد مشتقة الاقتران. قاف فتحة للسين تساوي مشتقتها معامل سين 6 ناقص مشتقة السين تربيع 2 سين مشتقة العدد 0، إذا مشتقتها 6 ناقص 2 سين. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية بدنا نساوي المشتقة بالصفر ونوجد قيمة سين. المشتقة اللي هي 6 ناقص 2 سين تساوي 0 ناقص 6 ناقص 6 سالب 2 سين تساوي سالب 6 على سالب 2 على سالب 2 سين تساوي 3. إذا أن سين تساوي 3 تكون المشتقة تساوي 0. هذه الخطوة رقم 2. الخطوة رقم 3 نوجد إشارة المشتقة. على خط الأعداد نضع قيمة سين طلعت 3 والمشتقة قيمتها 0. عندها هون قاف فتحة للسين، هون بدنا نحدد الإشارة. هلأ عندي كمان زي ما حكينا قبل في اللي قبل شوي، عندنا طريقتين لتحديد الإشارة. الطريقة الأولى بطل لأنه المشتقة اقتران خطي بطلع على معامل سين. على اليمين إشارة نفس إشارة معامل سين، ومعامل سين سالب 2، إذا إشارته سالبة، إذا على اليمين سوف تكون الإشارة سالبة. وعلى اليسار عكس إشارة معامل سين، معامل سين سالب عكس موجب، إذا على اليسار سالب. هاي طريقة، أسفة، على اليسار موجب. هاي طريقة. الطريقة الأخرى اللي هي بدي أخذ قيمة أكبر من 3 وأعوضها في المشتقة، وأخذ قيمة أقل من 3 ونعوضها في المشتقة. خلينا نعمل هاي الطريقة. أكبر من 3 على سبيل المثال نأخذ العدد 4، بدي أوجد بعيد مرة تانية إشارة المشتقة، يعني بدي أعوض في المشتقة وليست الاقتران. هاي بدنا ننتبه لها، بدنا نعوض هون حتى أحدد الإشارة، بعوض في المشتقة وليست في الاقتران. فبدنا نعوض، نبدأ قاف فتحة للأربعة، هاي المشتقة إذا نعوضها في المشتقة، 6 ناقص 2 في 4. طبعا برضه هون زي ما حكينا دائما بدنا نلاحظ أولويات العمليات الحسابية، أي بضرب بعدين بطرح، بصير 6 ناقص 8 تساوي سالب 2. إذا شو الإشارة عندي هون؟ إشارة سالبة. إذا وين الأربعة؟ هي في اليمين. إذا اليمين بدها تكون الإشارة المشتقة عندها سالب. هلا بدنا نشوف إشارة المشتقة جهة اليسار، يعني عدد أصغر من 3. على سبيل المثال نأخذ 2، بدي أبقى أشوف إشارة المشتقة عند 2، فبعوض 2 في المشتقة تصبح 6 ناقص 2 في 2 وتساوي زي ما حكينا نضرب الأول، 6 ناقص 4 تساوي 2. الإشارة الناتج موجبة، إذا في المنطقة هاي تكون إشارة المشتقة موجبة. شو يعني موجبة؟ إذا الاقتران هنا متزايد
والإشارة عن الإشارة المشتقة سالبة عن الاقتران بهذه الفترة متناقص. هذه الخطوة رقم 3. إذا باقي علي الخطوة الأخيرة اللي هي تحديد القيمة القصوى اللي عندي، هل هي قيمة صغرى؟ هو يوجد قيمة قصوى أكيد، لأنه لماذا يوجد قيمة قصوى؟ أولا المشتقة عند الثلاث صفر، الشرط الأول. الشرط الثاني أن سلوك الاقتران تغير حولها من تزايد إلى تناقص، فيوجد قيمة قصوى. لا، بدي أحدد نوع القيمة القصوى. خلينا نحدد مع بعض نوعها. طبعا بما أنه تغير من تزايد إلى تناقص كما قلنا سابقا، إذا تكون قيمة عظمى محلية. إذا يوجد للاقتران قاف السين قيمة عظمى محلية عند سين تساوي سين تساوي 3. السبب لأن سلوك الاقتران تغير حول السين تساوي 3 من تزايد إلى تناقص. هل هون بكون خلصت؟ لا، ضايل علي خطوة مهمة جدا اللي هي تحديد قيمة العظمى. أنا هون ما حدد قيمة العظمى كم قيمته، حدد أن يوجد عند السين تساوي 3 قيمة عظمى. طب ما مقدار هذه القيمة العظمى؟ هون عشان أوجد مقدارها بدي أوجد قاف الثلاث، لأن هي عبارة عن قاف الثلاث القيمة العظمى. إذا بعد ما أحدد نوعها بروح بعوض الثلاث وين؟ في الاقتران قاف السين. بدنا ننتبه مش بالمشتقة، لا، بدنا نعوض هون حتى أحدد قيمة العظمى كم مقدارها. بدي أعوض في الاقتران قاف السين، ما نروح على قاف السين، هذا الاقتران فوق في السؤال، بعوض محل سين 3 تصير 6 في 3 ناقص 3 تربيع زائد 1. وبدنا نراعي أولويات العمليات الحسابية. 6 في 3 18 ناقص 9 زائد 1، 18 ناقص 9 9 زائد 1 تساوي 10. إذا القيمة العظمى تساوي 10، مقدار القيمة العظمى عندنا يساوي 10. هيك منكون أوجدنا القيم القصوى لهذا السؤال. بس بدي أحكي ملاحظة أنوه عليها مهمة. لاحظنا هون أنه لما كانت المشتقة اقتران خطي ومعامل سين موجب، أن الإشارة كانت من سالب إلى موجب، يعني من تناقص إلى تزايد. هون لما كانت المشتقة اقتران خطي معامل سين سالب، هون كانت إشارة المشتقة من موجبة إلى سالبة، أي من تزايد إلى تناقص. ننتقل إلى مثال آخر. المثال يقول إذا كان للاقتران قاف السين قيمة صغرى محلية عند النقطة سالب 4 5، فما قيمة قاف فتحة للسالب 4؟ لاحظ هون بده قاف فتحة للسالب 4، ومعطيني من المعطيات أن للاقتران يوجد له قيمة صغرى عند السالب 4. منروح لشروط القيمة الصغرى. أهم شرط أنه المشتقة عند القيم القصوى، والشرط الأول والأساس المشتقة عندها تساوي صفر. إذا مباشرة بقول أن بما أن سالب 4 يوجد عندها قيمة قصوى، إذا المشتقة عندها صفر، إذا قاف فتحة للسالب 4 تساوي صفر، وهو المطلوب. ننتقل إلى المثال آخر. المثال يقول إذا كان للاقتران قاف السين يساوي سين تكعيب زائد ألف سين تربيع ناقص 9 سين زائد ب قيمة صغرى محلية عند سين تساوي 1 تساوي هذه القيمة 3 جد الثابتين ألف وب. خلينا أول إشي نكتب المعطيات مع بعض. المعطى الأول أن يوجد للاقتران قيمة صغرى محلية عند س تساوي 1. ماذا تعني يوجد الاقتران قيمة صغرى عند س تساوي 1؟ يعني أن المشتقة عندها تساوي صفر، إذا قاف فتحة للواحد تساوي صفر. هذا المعطى الأول. نشوف المعطى الثاني. نرجع لمرة ثانية نقرأ السؤال. عندك يوجد قيمة صغرى محلية عند سين تساوي 1 قيمتها 3. إذا شو يعني قيمتها 3؟ تعني أن قاف الواحد تساوي 3، اللي هي قيمة القيمة الصغرى.
هاي صار عنده معطية من خلال هدول المعطيين اللي عندي بدي أوجد المطلوبهم الثابتين ألف وباء. نبدأ في المعطى الأول أنه المشتقة عندها تساوي صفر، عند الواحد تساوي صفر، إذا ببدأ بأني بشتق الاقتران قاف السين مشتق، نبدأ في اشتقاقه قاف فتحة للسين تساوي، طبعا اقتران كثير حدود مباشرة بشتقه بصير عندنا سين تكعيب مشتقتها ثلاثة بمعاء سين هي على صورة سين أسنون، ثلاثة سين تربيع زائد ألف مشتقة سين تربيع اللي هي اثنين في سين ناقص مشتقة سين هي معامل سين تسعة والباء ثابت ومشتقة الثابت تساوي صفر. إذا هذا هي مشتقة قاف فتحة للسين وتساوي، حاول هيك نضبطها شوي، بصير عنا ثلاثة سين تربيع زائد ألف اثنين نكتبها اثنين ألف سين ناقص تسعة. هلأ هو بعطي المعطى أنه قاف فتحة للواحد تساوي صفر، إذا بعوض مكان سين بواحد، بصير عنا في المشتقة قاف فتحة للواحد تساوي ثلاثة في واحد تربيع زائد اثنين ألف في واحد ناقص تسعة. كم قاف فتحة للواحد ما عطينا إياها؟ تساوي صفر، إذا محل قاف فتحة للواحد بعوض صفر، صفر تساوي ثلاثة. لاحظوا هون بعيد وبكرر من انتبه لأولويات العمليات الحسابية، ببدأ في التربيع واحد تربيع واحد، ثلاثة في واحد ثلاثة زائد اثنين في ألف في واحد اثنين ألف ناقص تسعة. نجمع الأعداد تصبح اثنين ألف ثلاثة ناقص تسعة اللي هي سالب ستة تساوي صفر، معادلة خطية بحلها زائد ستة زائد ستة، إذا ستة تساوي اثنين ألف على اثنين على اثنين، ألف تساوي ستة على اثنين وتساوي ثلاثة. هيك منكون أوجدنا الثابت ألف. ننتقل هلأ بضل علينا الثابت باء. ثابت واء من وين بدي أحصل عليه؟ من المعطى الآخر، لأنه قاف فتحة قاف الواحد تساوي ثلاثة. بروح للإقتران قاف السين اللي هو عبارة عن سين تكعيب زائد، هلأ ألف صارت معروفة، كم طلعت معي؟ ثلاثة، إذا بعوض محل ألف بثلاثة، ثلاثة سين تربيع ناقص تسعة سين زائد ب. هذا الاقتران قاف السين. هلأ بدنا نعوض، بدنا قاف الواحد، إذا بدي أعوض محل سين واحد، تصبح قاف الواحد تساوي واحد تكعيب زائد ثلاثة في واحد تربيع ناقص تسعة في واحد زائد ب. كم قاف الواحد ما عطينا إياها؟ تساوي ثلاثة، إذا ثلاثة تساوي واحد زائد، بعيد وبكرر بدنا نراعي أولويات العمليات الحسابية، يعني تربيع واحد تربيع يساوي واحد، ثلاثة في واحد تساوي ثلاثة ناقص تسعة في واحد تسعة زائد ب، ثلاثة تساوي واحد. لما نجمع العمليات الحسابية قوتها متساوي جمع وطرح، ببدأ واحد زائد ثلاثة أربعة، أربعة ناقص تسعة سالب خمسة زائد ب زائد خمسة زائد خمسة، ثلاثة زائد خمسة ثمانية تساوي ب، إذا قيمة ب تساوي ثمانية. ننتقل الآن إلى مثال آخر. المثال يقول إذا كان قاف السين يساوي سين تربيع ناقص ب سين زائد اثنين، وكانت إشارة قاف فتحة للسين كما في الشكل المجاور، أوجد قيمة ب وجيم علما بأن قاف الواحد تساوي سالب أربعة. في البداية بدنا نحدد شوي المعطيات اللي عندنا في السؤال. أول معطى معطينا إياه أنه قاف الواحد، معطيات السؤال أنه قاف الواحد تساوي سالب أربعة، هذا المعطى الأول. والمعطى الآخر اللي معطينا إياه السؤال أن الاقتران إشارة المشتقة عند جيم أو قيمة المشتقة عند جيم تساوي صفر، إذا قاف فتحة للجيم تساوي صفر. أنا من وين جبت هاي المعلومة؟ من الرسمة، ما الرسمة معطينا إياها إشارة قاف فتحة للسين، من رسمة خط الأعداد للمشتقة لاحظت أن المشتقة عند جيم شو ماذا تساوي؟ صفر، إذا هذا صار معطى آخر. من خلال هدول المعطيات بدي أوجد قيمة كل من ألف من باء وجيم. نبدأ في إيجاد قيمة باء من خلال المعطى الأول
قاف واحد تساوي سالب أربعة. قاف واحد يعني وين بدي أروح؟ للإقتران. قاف السين بعوض محل سين بكم؟ بواحد. بروح على الإقتران قاف السين، بنعوض محل سين بواحد، أي بدي أوجد قاف الواحد. قاف الواحد تساوي واحد تربيع ناقص ب في واحد زائد اثنين. كم قاف الواحد تساوي؟ قاف الواحد تساوي سالب أربعة. سالب أربعة تساوي واحد ناقص ب زائد اثنين، وتساوي سالب أربعة واحد زائد ب زائد واحد زائد اثنين ثلاثة ناقص ب ناقص ثلاث ناقص ثلاث. سالب سبعة تساوي سالب ب. إذا عندي في سالب واحد في سالب سبعة، سبعة تساوي سالب واحد في سالب ب ب، إذا قيمة ب تساوي سبعة. هاي المعطى الأول أو المطلوب الأول من السؤال. هلا بنعوض محل ب بالإقتران قيمتها بسبعة، يصبح الإقتران عندي قاف السين يساوي سين تربيع ناقص سبعة سين زائد اثنين. ننتقل لإيجاد قيمة جيم. بدي بنحسب قيمة جيم من خلال المعطى الآخر، قاف فتحة للجيم تساوي صفر. إذا بدي أعوض في المشتقة محل جيم تساوي محل سين في جيم. إذا في البداية بدنا نوجد المشتقة قاف فتحة للسين. نقول قاف فتحة للسين ماذا تساوي المشتقة الإقتران قاف السين؟ 2 سين ناقص 7. مشتقة السين تربيع هي 2 سين، والسين هي عبارة عن اقتران خطي مشتقته معامل سين اللي هي سالب 7. هلا بدنا نعوض محل سين بماذا؟ بجيم. يعني بدي اوجد قاف فتحة للجيم، بروح على الاقتران بعوض محل سين بجيم، تصبح 2 في جيم ناقص 7. كم قاف فتحة للجيم عندنا؟ تساوي صفر. إذا صفر تساوي 2 جيم ناقص 7 زائد 7 زائد 7. 7 تساوي 2 جيم على 2 على 2 جيم تساوي 7 على 2 أي 3.5. وهيك بنكون أوجدنا قيمة كل من ب وجيم في السؤال.